قبول صفر معناها قبول يا اخوي، ما بح اضيفتك هذه يا ابن ادم. يلعن الله مختالا فخور، من تواضع تحت ربه يعلي هدرجه لاجل ما تدخل جهنم. يا ابن ادم يلعن الله مختالا فخور، من تواضع تحت ربه يعلي هدرجه لاجل ما تدخل جهنم. علشان الغرور للعرب حاول تواضع وتعطيهم وجه. الله الله عليك. الله يحمينا. الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة.